في الأولمبياد شفنا منتخب مصر الأولمبي كابتن شوقي غريب وقدم حضور لا بأس به، كان يقدر يكمل بشكل أبعد، لكن هي دي الظروف وهي دي المستويات، خاصة لما تصطدم ببلوى كبيرة جدا زي البرازيل. لكن كان محمد الشناوي حارسنا الكبير، واحد من أبرز نجوم الدورة، ومع هذا لقينا الرأي لدى البعض هو الشناوي عمل ايه؟ تفطيس حتى لمجرد انه بينتمي للنادي الاهلي لازم يتفطس. الشناوي ما صدش الا كره واحده. الراي ده كان للكابتن وائل الاباني، وهو حد يعني يحترم، بس لانه لاعب كوره ولاعب كوره كبير، كان لما يقول راي زي ده نسمعه ونشوف حقيقته ايه. احنا لما كنت بتكلم على الشناوي في مع المنتخب الاولمبي، جيت انا في مره قلت لك تقريبا هو صد كوره صعبه بس اللي هي بالهيدرز، انت فاهمني؟ كان في ماتش استراليا الناس قالت 100 صده، لا هي صده واحده، لان صده صعبه الهيدرز دي كانت صده صعبه. لكن ما تجيش على كور في متناولي وانا بجيبها وتقول لي لا، امال انا واقف جول ليه حضرتك؟ امال انا احسن جول ليه؟ عشان اصد اي حاجه، ما انا مش كل كوره صدها بعالمي على فكره. مين اللي قال ان لو محمد صبحي واقف هيصد كل ده؟ مش هيصد، بس في يعني حاجات معينه بقى هل هيجيبها ولا لا، زي الكوره اللي بالهيدرز دي اقول لك صعبه. احنا اصل احنا لما بنحب نعلي واحد قوي بنعليه يعني فاهم؟ فانت النهارده لا، خليك منصف. انت النهارده لما تكون احسن جون في افريقيا مش اي حاجه صدها تقول لي انا جميل، انا العالمي. قال لا، مش هو اللي بيقول بقول لك ايه، انا جبت جون في اسوان، لو عندك جون اسوان اللي انا جايبه لا مفيش فرود يعملها احسن جون في العالم بقى واحسن ومش عارف ايه، ما تصيدتش يعني عادي. انت فاهمني؟ بس هو لما يحب يرفع حد بيرفعه. ما هي لو وجهه نظر او اراء او عاطفه ماشي، قد اتفق في بعض الكلام، اللي عايز يرفع حد يرفعه، لكن لما يبقى المساله مساله متكرره، اما يروح كاس العالم للانديه ياخد مان اوف ذا ماتش قدام اوروجواي. لا انا مع المنتخب الاول، مع المنتخب في كاس العالم الاول، مان اوف ذا ماتش في كاس العالم امام اوروجواي. طيب لما يروح كاس العالم للانديه الناس تحتفي بيه وتقارنه بنوير والكلام ده، وبعدين يعني يسهم اسهام فعال في ان النادي الاهلي يحصد. ايوه بس انت بتتكلم على كاس العالم للانديه وكاس العالم، هو الراجل بيتكلم على الاولمبياد يا سيدي. كويس، ما انا الاولمبياد كان عادي. ما انا واخدك بس واحده واحده استاذ ابراهيم، ما تسيبنا كمل. قول. انا بحب احلل الامور. حلل الامور. ففكره ان هو يلمع دي مش فكره، انه احنا فوجئنا بان الناس بتلمعوا في الاولمبياد، هو رايح مصنف. الثلاث ماتشات اللي لعبناهم كل الناس، ده الراجل بتاع اسبانيا ولا اللي قال لك احتفال استراليا اللي بيقول لك كره واحده قدام اسبانيا. طب وبتاع استراليا اللي قال لك انا احتفلت اربع مرات. الاحتياطي بتاع استراليا هم يحتفلوا لما البرازيلي قبل الماتش يجي يقولوا لك احنا هنواجه مصر بس عندهم الشناوي. لما تنتهي الدوره وهناك من يختار الفريق المثالي للدوره، هو ده يا جماعه الرد على الكابتن وائل الاباني. الشناوي صدق هل احنا اللي بنلمع؟ انت شايفها؟ لا احنا اللي بنلمع، ولا احنا اللي بنضخم، ولا احنا اللي بنتكلم. ده المواقع العالمية اللي بتهتم باختيار التشكيلة المثالية لبطولة كرة القدم في الدورة الأولمبية، الحارس الأساسي فيها محمد الشناوي، مش احنا. وضعا في اعتبارك ايه؟ خد بالك، وضعا في اعتبارك ايه؟ ان هو ما راحش، ما كملش السيمي فاينل والفاينل. بالظبط. التشكيل المثالي للدورة او لبطولة الكرة في الدورة كان الشناوي مصر، الدفاع الياباني يوشيدا والأسباني باوتوريس والبرازيلي داني أخش والبرازيلي ارانا، وفي خط الوسط الكوري الجنوبي لي دونج كيونج والكوري الجنوبي لي كانج ان والمكسيكي كوردوفا، وفي الهجوم كان الاسباني اويارزبال والمكسيكي فيجا والبرازيلي ريتشارلسون.